السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين وأحوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات أمي أم ناجحة، وصفة جديدة على القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك الرائع، هذا الكيك المدهش اللي خفيف، أخف منه ما كانش، خفيف بحال الريشة. غادي تقولوا لي كتبالغي في أنك تشكري الكيك. نتمنى انكم تجربوه وغادي تعرفوني علاش كندوي. نتعرفوا ان شاء الله على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. كخطوه اولى غادي نحضروا الكريمه. في الكريمه غادي نحتاج الكاس ونص ديال الحليب. غادي نزيد لهم واحد راس معلقه ديال مبشور برتقاله، وواحد صاشيه من الفانيلا، والقياس دائما بكاس العنبه العبار اللي كنعطيكم. وغادي نضيف لهم جوج ديال المعالق ديال السكر السنيده، وغادي نضيف لهم البودره ديال الكريم باتيسير. تقريبا غادي ناخد معلقه ونص هكاك تقريبا كيف ما كتشوفوا، معلقه ونص صافي. غادي نخلط هاد العناصر. المهم طريقه سهله باش كنبريباريو لا كريم ديالنا، حيت ديجا واجده عندنا، يعني البودر واجده عندي. هنا جوج معالق ديال العصير ديال البرتقاله، غادي نخليه من بعد حتى يعقد ليا الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا. غنديرو فوق البوطه ونتسنى عليه بالطريقه المعتاده حتى كيدير ديك الفقاعات وكيعقد. هنا غادي نضيف ليه داك جوج معالق ديال العصير ديال البرتقال، كتعطيه واحد البنه صافي. غير كنخلط شويه وصافي، ونحيدو فوق النار. خليتو دفا غير واحد شويه صراحه، ودرتو في هاد البوش. غادي نخليه هنا يبرد على خاطرو في هاد البوش، بعد ما نغطيه انا بالميكا باش ما يديرش القشره وداكشي، درتو مباشره في البوش وخليتو كيبرد حتى يعني حتى من بعد ان شاء الله. فاش غادي نحتاجو غادي نلقاه واجد وبارد. غادي ندوزو ان شاء الله للكيك. المكونات ديال الكيك غادي نحتاج لثلاثة ديال البيضات، يكونوا دائما يعني ماشي خرجتوهم مباشرة من الثلاجة، يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني حتى الى في اخر لحظة بغي عاد خرجتوهم من الثلاجة خليهم شوية في الماء السخون باش كينجح معكم الكيك. هذا واحد لاستوس مهم في الكيك والنجاح ديالو. كيف ما شفتوا احتاجيت لثلاثة ديال البيضات، واحد القبيصه ديال الملحه، واحد صاشيه من الفاني، وكاس ديال السكر سنيده دائما بقياس كاس العنبه. غادي نطرب هذا الخليط حتى كيبيض وكيرجع الشكل ديالو يعني بيض على كيف ما كتشوفوا هكا. غادي نضيف ليه كاس ديال الزيت بنفس الكاس باش عبرت السكر، يعني نفسه باش عبرت الزيت. غادي نضيفوا الدفوعات هكاك، وانا ناقصه السرعه ديال الطرب كيف ما كتشوفوا صافي. ما كنطربش فيه بزاف، غير بما كيتخلط ليا وكنحبس. غادي نضيف ليهم واحد نص كاس ديال العصير ديال البرتقال، ومبشور ديال البرتقال، يعني ديك الليمونه مني عصرتها بشرتها وعصرتها، ديك المبشور قسمته شويه درتو في الكريمه وشويه درتو في الكيك، يعني تقريبا هكاك معلقه صغيره ديال المبشور ديال البرتقال. غادي نضيف الدقيق هنا، كنعبر دائما بالمعلقه في الكاس باش كيعطيني 100 غرام بالضبط. ضفت جوج ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني الدقيق الابيض، الدقيق الابيض او الفرينه. زدت عليهم واحد صاشيه من الخميره ديال الحلويات اللي القياس ديالها هنا عندي انا 15 غرام، ديروا نتوما جوج الا كانت عندكم ديال 8 غرام. ودائما كيف ما كتشوفوا راني كنخلط غير بالطراب، وانا ناقصه ليه السرعه، نقصوا السرعه وخلطوا بالطراب. ولا بغيتوا تخلطوا غير بالفوي غادي تخلطوا بالفوي، انا خدمته يعني هذا الكيك غير بالطراب. هنا غادي ندوز ان شاء الله، غادي نحاول نقطع واحد الكارطة الكاغط على القياس ديال المول، حيت هاد المول ارجع كيخرج ليا الكيك من التحت، داكشي علاش درت فيه هاد الكارطة كيف ما شفتو صافي. وكنكب الخليط ديالي وايدي مرفوعه كيف ما العاده. وهانتوما كتشوفوا القوام ديال الكيك، راه كيكون خفيف، كيكون يعني هو هذاك صافي. غادي ندوز ان شاء الله لهاد الكريمه، راها بردات، كنحاول هكا نديرها خطوط
في الطول وخطوط في العرض. هنا اللي بغيتو تشكلوها كيف ما بغيتو تشكلو داك الكريمه، لان اصلا هاد الكريمه راها كتدخل داخل في الكيك، واخا كتشوفو راها كنديروها من الفوق ولكن هي كتدخل داخل في الكيك. من بعد ما ساليت غادي نحاول نزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي. التزيين هنا كيبقى على حسابكم باش ما بغيتو تزينو على هذا الشكل هذا. من بعد ما ساليت التزيين ديالي شعلت الفران. دائما الفران ما في الكيك كنشعلوه 170 180 كأعلى درجة، يعني ما ديباسيوش 180 درجة في الكيك. الطريقة المعروفة كنحطو الكيك في الوسط ديال الفران، كنحطوه في الوسط ديال الفران، كنشعلو ليه غير من التحت كيف ما كيبان معاكم. حطيته في الوسط، شعلت ليه غير من التحت، انا ما اضطريت كاع نشعل ليه من الفوق، لقيته طاب وتحمر على هذا الشكل. من بعد ما دازت تقريبا شي قريب 40 دقيقة هكاك، ما كملهاش ليا بالضبط، ما كملش ليا 40 دقيقة، تقريبا شي 37 دقيقة هكاك، وكان الكيك ديالي طاب وجد. هنا بغيت نقول لكم صراحة بغيتو هاد الكيك كيجي، يعني الكيك ديالكم يبقى زوين، ما تقيسوهش وهو سخون، لان الا قصتو هو سخون الكريمه باقيه عندنا سخونه ويقدر يخسر لكم الشكل ديالو. خليوه حتى يبرد شويه، انا هنا صراحه ما خليتوش برد بزاف ولكن خليته برد، المهم ما بقاش سخون باش نقدر نتحكم فيه، وداك الكريمه كتكون شدات راسها كيف ما كتشوفوا معايا. الا خليتوه برد اكثر كتكون الكريمه صافي شدات راسها وتقدر تحكم بالكيك، يعني تقطعو كيف ما بغيت. انا خليته غير شويه كيف ما كتشوفوا الكريمه كاينه فيه، وكيك مهوي خفيف رائع يستحق انه يتجرب صراحه، وكيجي لذيذ، المذاق ديالو كيجي غزال غزال غزال. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وكيف ما ديما ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللي لايكات ديالكم، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، تهلاو في رؤوسكم وباي باي.